بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في درس جديد من دروس اتعلم مايكروسوفت اكسل. النهاردة إن شاء الله نتعرف على إزاي نصمم تمبلت أو قالب لميزان المراجعة. ميزان المراجعة ده هو أحد التقارير المالية اللي بتبقى مطلوبة من المحاسبين في نهاية كل فترة، بحيث إن الإدارة المالية تبقى عارفة أرصدة الحسابات خلال الفترة وإيه الرصيد الختامي بتاع الحساب في الفترة اللي إحنا شغالين فيها. طيب، في الموضوع بتاعنا النهاردة إحنا نتعرف على جزئين بس في الميزان. الجزء الأولاني إن أنا إزاي أحسب إجمالي الحركات بتاعة كل حساب خلال الفترة سواء مدين أو دين، وبعد كده أجيب الرصيد الختامي بتاع الحساب. طيب، هو دلوقتي في سؤال ممكن واحد يسأله لي، طب ليه أنت مش هتعرفنا إزاي نحسب إجمالي الحركات بتاعة كل حساب في الفترة بتاعته من مدين ودين والرصيد الافتتاحي؟ أرد عليه وأقول له أنا الرصيد الافتتاحي دوت عبارة عن الرصيد الختامي بتاع ميزان السنة اللي فاتت أو الفترة اللي فاتت. الإجمالي الحركات بتاعت كل فترة ده بيتوقف على شكل البيانات اللي أنا شغال عليها. فلو أنت شغال مثلا على يومية أمريكية، هتضطر تستخدم أسلوب معين في إنك تستخلص البيانات عشان تنزل في التمبلت بتاعك. فأنا هريح نفسي وهشتغل على الحركات خلال الفترة والرصيد الختامي، وبإذن الله إن شاء الله يعني هنعمل سلسلة دروس إزاي نصمم سيستم محاسبي من بداية ما بدخل القيد لغاية ما بطلع ميزان المراجعة. طبعا من ميزان المراجعة أقدر أخذ الأرصدة وأنشئ القوائم المالية بتاعتي. طيب، خلينا كده نسمي الله ونبدأ في بداية النشأة بتاعت ميزان المراجعة. أنا دلوقتي الميزان عندي في الأرصدة الافتتاحية وفي الحركات خلال الثلاث شهور. أنا دلوقتي عامل ميزان ربع سنة. أنا عايز أعمله في الجزء الأولاني اللي هو الحركات خلال الفترة، إن أنا أجمع كل القيم اللي بتبقى موجودة تحت بند المدين. طيب احنا عارفين في داله في الاكسل اسمها الداله صم، دي بتجمع. فانا لو قلت له صم واديته الرينج ده كله على بعضه هيجمع لي كل المدين والدائن، بس مش ده اللي انا عايزه. انا عايز يجمع لي الخانات اللي فيها المدين بس. طيب، يبقى نرجع ندور على داله ثانيه بتعمل لنا الوظيفه دي. هنلاقي ان في داله اسمها الداله صم اف، وصفتها ان هي بتجمع القيم اللي بيتحقق فيها شرط معين. خلينا كده نكتب بسم الله الرحمن الرحيم صم اف. هلاقي ان الداله صم اف بتاخد 3 اجزاء، الجزء الاول اللي هو الرينج، والجزء الثاني اللي هو الكرايتيريا. طبعا زي ما احنا عارفين لازم الرينج يبقى بيشتمل جواه على بند او احد بنوده الكرايتيريا عشان نعرف نطلع النتائج بتاعته. انا بقول ان انا عايز اجيب مجموع القيم المدينه، يبقى الرينج هيبقى فيه البيان اللي بيوضح لي مدين او داين. طيب، بعد كده هدوس سيمي كولون عشان اخش على الجزء اللي بعديه. بيقول لي الكرايتيريا، الكرايتيريا دوت اللي هو بقول له انا عايز اجمع الخانات او القيم الرقميه اللي هتكون فوقيها او تحت العمود بتاع مدين. فادي له الخليه بتاعت اللي مكتوب فيها مدين جاهزه هي، بحيث ان انا ما اكتبش جوه المعادله بتاعتي حاجات كتيره تكست جواها دايركت يعني. بعد كده ادخل الجزء اللي فيه الارقام، هو هتلاقي اسم الخانه اسمها ايه، سام رينج، يعني هيجمع رينج معين. فانا ادخل له الرينج بتاع الحسابات كلها او الرينج اللي فيه أرصدة الحسابات خلال الفترة سواء مدينة أو دين، وأقفل القوس وأدوس إنتر. هلاقي إن هو جاب لي الألف اللي هي القيمة المدينة الوحيدة في الحساب بتاع الأصول الثابتة. طيب، أنا لو جيت سحبت المعادلة بتاعتي لتحت هيطلع معايا شوية أخطاء لأني أنا ما ثبتتش الرنجات. يعني إيه ما ثبتتش الرنجات؟ خلينا كده نجرب نسحب المعادلة لتحت. هتلاقي إن هو هنا إيه؟ بص المدين، ما بقاش بيبص على مدين، وبيبص فعلا القيمة بتاعته الصحيحة اللي بيبص عليها اللي هي الحركات بتاعت الصندوق أو الحساب خلال الفترة، والكرايتيريا بقت برضو 1000، فهو هيدور على الحاجة اللي هي بتساوي 1000 ويجمعها، فتطلع لنا النتيجة بتاعتنا مش مظبوطة. فعشان كده احنا طبعا مش عارف يعني المعادله دي حسبتها ازاي، بس مش مشكلتنا دلوقتي، احنا عايزين نصحح المعادله بتاعتنا. فهاجي هنا على الجزء بتاع E4 لغايه G4 وادوس F4 بحيث ان انا اعمل تثبيت للرينج اللي فيه مدين ودين، واجي على الخليه K4 اللي مكتوب فيها مدين واقول له F4 وادوس كنترول وانتر واسحب المعادله بتاعتي لغايه اخر الرينج. هنلاقي ان هي كده المعادله شغاله معايا مظبوط. وبعد كده اجي في الاخر هنا في اخر الخانه بتاعت اجمالي ادي له معادله صم او اوتو صم بحيث ان هو يجمع لي الرينج بتاعي على طول. طيب، خلينا نعمل نفس الموضوع بالنسبه للعمود الدائن. هقول له بيساوي صم اف تاب، عشان يعني انا تاب دلوقتي عشان بتسلكت اكتف المعادله وتفتح لي القوس دايركت.
بديله الرينج بتاع مدينه داين واف 4 عشان اثبت الرينج، وبعد كده سيمي كولون، واطلع بالكيبورد لفوق عشان احدد الخليه بتاعه داين واقول له اف 4، وبعد كده كمان سيمي كولون واختار الرينج اللي فيه القيم اللي انا عايز اجمعها. اقفل القوس بتاعي وادوس كنترول، ادوس كنترول وانتر، بحيث الفرق بين انتر وكنترول وانتر ان انا لو دوست انتر بينزل الخليه اللي تحت، لو انا دوست كنترول وانتر بيأكتف لي المعادله ويدنه ثابت في الخليه اللي انا فيها. اسحب المعادله بتاعتي لتحت وابص كده، تمام مظبوط، الميزان بتاعي لغايه دلوقتي متزن 30450 30450، جميل. خلينا كده نتست على اي حساب، وليكن مثلا حساب الموردين، ايه الاجمالي بتاع الحركات هنا؟ 2850، لو جينا مثلا هنا 2850 940 1410، لو جينا جمعنا الارقام دي هنلاقي ان هي عامله توتال 500. وجينا هنا الموردين هنلاقي ان فعلا اجمالي حركات المدينه على حساب الموردين خلال اول 3 شهور ب 500. خلينا ناخد الدائن برضو عشان نبقى جبنا الحساب كله، 2425 970 1455، وناخد المعادله كوبي كنترول وفي، هنلاقي ان اجمالي حركات الدائن خلال الفتره 4850، نفس النتيجه بتاعتي، يبقى انا كده ايه شغال مظبوط. طيب انا كده جبت الحركات خلال الفتره مدين ودين. طيب انا عايز اجيب الرصيد الختامي. الرصيد الختامي لاي حساب هيكون كالتالي، بقول شوف لي الرصيد بتاع الحساب المدين افتتاحي مع المدين بتاع الحركات خلال الفتره. لو المدين افتتاحي زائد مدين حركات اكبر من الدين افتتاحي ودين حركات، معنى كده يبقى ان الرصيد الختامي بتاع الحساب مدين، فلازم يظهر لي الرصيد في الخانه المدين. طيب لنفترض ان كان اجمالي الحركات خلال الفتره اللي هي اول 3 شهور رصيدها الدين زائد الرصيد الافتتاحي الدين اكبر من الرصيد الافتتاحي مدين والحركات مدين. هنشوف الكلام دوت، الكلام شكله ملعبك كده، بس احنا لما نطبق مع بعض هنشتغل وتلاقي الدنيا مظبوطه باذن الله. هقول له اف، ليه اف؟ عشان اقول له لو مجموع ده اكبر من ده اعمل لي كذا، ولو مجموع ده اصغر من ده اعمل لي كذا. اكتب له اف واقول له لو المدين بتاع الرصيد الافتتاحي للحساب زائد المدين بتاع حركات او الفتره اكبر من الداين بتاع الافتتاحي زائد الداين بتاع الحركات، بقول له هنا لو اجمالي الحركات الداين افتتاحي ومدي وحركات اكبر من الداين افتتاحي وحركات، اعمل لي ايه؟ قول لي ان الحساب ده فعلا هيبقى رصيده داين مدين، اسف، والرصيد هيكون عباره عن الرصيد الافتتاحي زائد الحركات مدين ناقص الحركات داين ناقص الرصيد الافتتاحي داين. طب واحد ممكن يسالني، هو انا ليه حطيت الرصيد الافتتاحي داين؟ ما هو الحساب يا اما يكون مدين يا اما داين في الافتتاحي. اقول له انا لو ما حطيتش الرصيد الافتتاحي ساعات ممكن الحساب يبقى قالب معايا في اخر الفتره، يعني مثلا حساب وليكن حساب العملاء لقيت ان الرصيد بتاعه طالع عندي كريدت في اخر الفتره طالع داين. طبعا هو غلط، لان المفروض حساب العملاء لو في اي دفعات مقدمه بظهرها في حساب مستقل ببرمش كله على حساب العملاء بحيث ان انا اقدر اتابع حصلت العملاء، بس انا افترض ان الحاله حصلت ورصيد العملاء عندي مقلوب وطلع داين، فبالتالي المعادله هتشتغل غلط لو انا ما حطيتش الرصيد الافتتاحي بتاع الجزء الداين. انا لو دوست قفلت القوس هنا او لسه المفروض فيه، المفروض الفاليو اوف فولس، واقول له طيب لو ان فعلا طلع بقى ان الداين افتتاحي زائد الداين حركات اكبر من الافتتاحي مدين زائد الحركات مدين، يبقى اقول له خلاص يبقى الرصيد هيكون رصيد داين، فهقول له خلاص حط لي في الخانه دي صفر ونخش على الخانه بتاعت الداين عشان نشتغل عليه. لو بصينا كده هنلاقي ان انا كده شوف يعني المعادله بتاعتي غلط اكيد، ليه؟ لان انا عندي هنا 9000 مدين ومدين 1000، يبقى 10000 المفروض يظهر لي عندي هنا في رصيد 1000. خلينا نشوف ايه الغلط اللي انا عملته. قلت له بص لي على الافتتاحي مدين سي 5 زائد الحركات مدين اللي هي كي 5، لو هي اكبر من دي 5 اللي هي رصيد افتتاحي داين زائد ال 5 رصيد الحركات داين، اعمل لي ايه؟ خد لي سي وكي 5 ناقص وناقص. طيب اعتقد كده ان المعادله فيها مشكله، خلينا نفكر تاني كده مع بعض. هنمسك المعادله من اولها، نبص كده ادي الجزء المدين زائد اكبر من جزء الدين، هنلاقي ان الغلط عندي في علامه الاكبر، كانت المفروض تبقى سيمي كولون عشان افصل الجزء كله على بعض. دوس كنترول وانتر واسحب المعادله بتاعتي للاخر.
يبقى انا كده جبت الارصده المدينه بتاعت كل حسابات. اي حساب هلاقي قدامه القيمه بتاعته بصفر او مكتوب قدامها داش، ده عباره عن فورمات اللي هو الاكونتنج، بيظهر الصفر عباره عن داش، هعرف ان الحساب دوت المفروض رصيده هيكون تاني. خلينا نطبق نفس الموضوع. اف لو الداين زائد داين اكبر من مدين اول زائد مدين حركات، يبقى في الحاله دي هاخد ايه؟ هاخد الرصيد الداين اول زائد الرصيد الداين حركات ناقص الرصيد المدين اول ناقص الرصيد المدين حركات، واقفل القوس وادوس كنترول وانتر. المفروض اقول له هنا اقفل القوس، ادوس له سيمي كولون وادوس صفر، واقفل القوس اقول له كنترول وانتر، واسحب المعادله بتاعتي للاخر واجيب المعادلات او اجيب الارصده الختاميه بتاعت كل حساب في الجانب التاني. لو بصينا كده هنلاقي فعلا ان الحساب بتاعي متزن. خلينا نعمل تيست. طبعا اول حساب اللي هو مثلا اصول ثابته 9 و 10000 هنلاقي ان هو جاب لي الرصيد بتاعه هنا فعلا 10000. لو جينا خدنا مثلا وليكن حساب راس المال طالع مدين مفيش اي حركات خلال الفتره، مثلا ايرادات المبيعات كل الحسابات فيها الحركات كلها دي. طيب في جزئيه بقى عايزين نتكلم فيها. لو انا بعمل ميزان على 12 شهر، عندنا هنا مثال اهوت عباره عن 12 شهر، يا ترى انا ده اتحرك كده رايح جاي رايح جاي، انا كده ممكن وانا شغال اعمل حاجه بالغلط او اديله ريفرنس جوه المعادله بالغلط يخلي كل النتائج اللي انا هشتغل بيها بعد كده اكيد طبعا غلط. طيب الجزء بتاع الحركات خلال ال 12 شهر دول قلنا بطريقه معينه احنا هنجيب الحركات بتاعته فما فيش فيها مشكله، انا عايز اخفيهم. يا اما ادوس رايت كليك واقول له هايد، اعمل على الرينج كله اسف تاني هايد، بحيث ان انا لما اجي اشتغل على الرصيد الافتتاحي والحركات واظهر الرصيد الختامي، او في اوبشن تاني موجود عندي خلينا اظهر بس الخلايا المخفيه ان هايد، ان انا اسلكت الداتا بتاعتي كلها اللي انا عايز ما اخليهاش ظاهره دايركت، واخش على التابة بتاعت داتا واخش على الاوت لاين، الاقي في حاجه عندي اسمها جروب. انا لو دوست على جروب هلاقي هو هنا جاب لي باي ديفولت عمل لي جروب للداتا للكولومز. انا مش عايز اعمل الجزء ده، عايز اوريكم حاجه معينه، اقول له ان جروب وهنا سيلكت خلايا بدل ما انا كنت عامل سيلكت على الكولوم ككل، واقول له جروب. هتلاقي في دايلوج بوكس ظهر لي بيقول لي انت عايز تعمل جروب للرو ولا للكولومز، هقول له انا عايز اعمله للكولومز بحيث ان هو يقفل لي الكولومز دي على بعضها مع بعضيها، اقول له اوكي، والاقي عندي طلع لي في جزء فوق الهيدنج بتاع الكولومز عباره عن 1 و2. انا لو دوست على 1 الاقي ان هو قفل لي الجزء اللي انا كنت عامله سيلكشن، حاجه كده زي الهايد بس بشكل اشيك شويه، ان انا لما اظهر ادوس على الزرار يظهرها لي، وبعد ما اخلص شغل عليها اقفلها تاني، يبقى ده الداتا اللي شغاله قدامي كده شكله اشيك كتير. وانا شغال مش هتلخبط في ال 12 شهر او 24 عمود، لان عندي 12 في 2 ب 24 كولم هبقى شغال فيه، فممكن اتلخبط اكتر. هيبقى عندي بس كل اللي عاوز اعمله هشتغل المعادلات مدين وحركات بس كده. طيب خلاصة الموضوع ان احنا اتعرفنا ازاي اشتغل في الدالة سم اف عشان احسب اجمالي الحركات خلال الفترة، واشتغلنا بالدالة اف بحيث ان انا اجيب الرصيد الختامي بتاع كل فترة. كده يكون موضوع النهاردة خلص. اتمنى لو في اي ملاحظات ان احنا نسيبها في موضوع في اخر الموضوع ان شاء الله نحلها مع بعض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.